تعتبر كنيسة ارتفاع الصليب المقدس في رميمين من الكنائس العريقة في المنطقة، حيث تم بناؤها القديم عام 1877، وقام على رعايتها أكثر من 20 كاهناً. نورسات زارت الكنيسة والتقت بكاهن رعية اللاتين في البلدة الأب فرح حجازين، وعدت التقرير التالي: أرميمين قرية أردنية تقع ضمن حدود السلط، يوجد فيها رعية اللاتين والأرثوذكس، سكانها المسيحيون الضاربون في القدم بالمنطقة أمضوا عهوداً من الزمن بلا كنيسة، حيث كانوا يذهبون إلى السلط للصلاة في كنائسها، فالخدمة الروحية للرعية كانت لكهنة السلط الذين كانوا يقومون بها، حتى صارت لأهل أرميمين كنيسة صغيرة سنة 1873، حسب ما ذكره الأب فرح حجازين في مقابلة أجرتها معه نور سعد. رعية أرميمين تعتبر ثاني رعية للاتين بعد السلط، كانت الرعية الأولى التي تأسست في السلط ثم رعية أرميمين، وكانت بإشراف الأب قتي، كان كاهن مدينة السلط، هو اللي كان يتردد على أرميمين وكان يصلي لهم من وقت إلى آخر. فالخدمة الروحية لمدينة أرميمين كانت تحت رعاية كنيسة السلط الأب قتي، ولكن في يوم من الأيام سنة 1872 كان غبطة البطريرك باليرغا كان راجع من لبنان، لأنه كان بنفس الوقت هو السفير البابوي في لبنان راجع إلى فلسطين، فسمعوا شيوخ الأرميمين بمرور البطريرك فاستقبلوا وطلبوا منه أن يجي يزور مدينة أرميمين، وفعلا إجا واستقبلوا استقبال حافل، وطلبوا منه قالوا له على أنه إخوان في مسيحيين في قرية أرميمين، معظمهم طبعا أرثوذكس، ولكن فش عندهم لا كاهن ولا كنيسة، فأبدوا الرغبة أنهم كلهم على استعداد أن يدخلوا إلى الكنيسة الكاثوليكية إذا البطريرك فش عندهم مانع. فالبطريرك وعده ولكن ما نفذ الوعد، لكن بعد بسنة على زمن البطريرك براكو اللي استلم البطريركية بعد باليرغا، بعد بسنة صار في تواصل وبلش يبعث لهم خوري لأول مرة تقريبا بكون شبه مقيم، وأمر ببناء ثلاث غرف في قرية أرميمين، غرفة تكون سكن للخوري، وغرفة تكون مدرسة، وغرفة كنيسة. وكان الأب أبون هو اللي يعتبر أول كاهن مقيم في قرية أرميمين، ولكن ما كانش يعني على باستمرار هون، كان يجي ست أشهر يداوم في أرميمين وست أشهر يرجع للسلط، والسبب أنه تفشي مرض الملاريا في البلد، فلهذا السبب كان ينقلوه على السلط يظل ست أشهر وست أشهر في قرية أرميمين. فإذا خدمة الروحية للرعية كان على من وقت لوقت كهنة السلط هم اللي يجوا يقدموها. وكتب الأب قتي كمان مرة إلى البطريرك براكو بخبره على أنه المسيحيين صار عنده أكثر من 150 شخص لاتيني، وهم حابين أن يكون في عندهم خوري، يعني يكون على طول وباستمرار يكون خوري رعية لهم، فأرسل لهم خوري، وبنفس الوقت مثل ما ذكرت ما كانش يقدر يداوم على طول، وبعدها أرسل لهم خوري اسمه أبونا سوداح، فليكس سوداح، كان شبه مقيم، وبلشوا معاملات حتى بناء كنيسة رسمية في البلد. وبعد زوال الحكم العثماني من شرق الأردن استطاع مسيحيو الأرميمين من بناء كنيسة رسمية لهم عام 1907،
وأطلقوا عليها اسم كنيسة ارتفاع الصليب المقدس، وقام بتدشينها عام 2002 غبطة البطريرك ميشيل الصباح، وتم تزيينها برسومات مزخرفة من قبل أحد الفنانين التشكيليين. كان البطريرك يتدخل عند سفراء بعض الدول الكاثوليكية مثل النمسا، مثل فرنسا، مثل إيطاليا، إلى أن حصلوا على بناء كنيسة رسمية سنة 1907، وكانت تعتبر هاي أول كنيسة رسمية تعمرت هون، وأعطوها اسم كنيسة ارتفاع الصليب المقدس. وطبعا فيما بعد سيادة المطران سليم الصايغ جاب ذخيرة حقيقية للصليب المقدس، وهي موجودة حاليا في الكنيسة، وفيها احتفال رسمي كل سنة، حتى بيجي مصلين من عمان ومن فحيص بيشاركوا باحتفالاتنا هون بمناسبة وجود هاي الذخيرة المقدسة. وهاي الكنيسة اللي تعمرت سنة 1907 استخدمتها البطريركية لحد سنة 2001 بدأت تظهر عليها تشققات، فكانوا خايفين على المؤمنين وعلى حياتهم، فأخذوا القرار على أنه يهدموا هاي الكنيسة القديمة ويعملوا واحدة جديدة. وبتذكر كان في احتجاج في الأردن على كل المستويات، حتى المسلمين نفسهم كانوا يحتجوا، لأن كانوا يقولوا هاي كنيسة أثرية لازم نحافظ عليها مثل كنيسة الصلب. ولكن يبدو أن وضع الكنيسة كان غير آمن، ولهالسبب أمروا بهدمها وبناء كنيسة ثانية، وتم ذلك سنة 2001. ومن الحجارة الكنيسة القديمة عمروا الكنيسة الجديدة، وقام بتدشينها غبطة البطريرك ميشيل الصباح سنة 2003. فهاي الكنيسة الموجودة حاليا هي الكنيسة الجديدة اللي تعمرت بالحجارة القديمة للكنيسة القديمة، وتم تدشينها مثل ما ذكرت سنة 2003. العناية الربانية أرسلت فنان عمل رسومات في الكنيسة على الجوانب شمال ويمين، وفي الوسط الوحدة التي تمثل العشاء الأخير، وحدة تمثل ميلاد يسوع مع زيارة المجوس، وبالنص هي صورة لوحة للصليب وصلب السيد المسيح. ولما انهدمت الكنيسة القديمة نقلوا هاي الصور وحطوها على لوحات، وسيادة المطران سليم الصايغ هو اللي تبرع بالبراويز الموجودة حاليا اللي هي شمال ويمين، ما عادش على الحيطان زي ما كانت بالأول، لأن نقلوها في لوحات ضمن برواز، وهي موجودة حاليا، وهي طبعا لوحات قديمة وجميلة جدا. تخرج من كنيسة 30 رميمين سيادة المطران سليم الصايغ وراهبتان ورديتان غلوريا الربضي وإريس الصايغ، كما خدم في ذات الكنيسة عدد كبير من الآباء الكهنة والرهبانيات، منها رهبنة الوردية المقدسة والجنة المقفلة وراهبات الأم تريزا. رميمين تخرج منها سيادة المطران سليم الصايغ، هو من مواليد رميمين سنة 1935، بتوقع ما طلش خوار 30 منها لهلا، وكرهبات في راهبة اسمها سير إيريس من مواليد 1944، إيريس الحصو، وسير غلوريا ربضي من مواليد سنة 1945. يعني هذول في الوقت الحاضر اللي تخرجوا من مدينة أرمامين. بالنسبة لخدمة الرهبات، في رهبات الوردية اجوا على الرعية سنة 1927 لخدمة الرعية، وطبعا كان في مدرسة، يقال في مدرسة لحد الصف السادس، ولكن فيما بعد لما ما ظلش شبه مسيحيين في البلد معظمهم هاجروا، تقريبا أغلقت. وفي سنة 1992 إجا رهبات بسموهم رهبات الجنة المقفلة، خدموا كمان فترة معينة، وأخيرا رهبات الحاليات الموجودات هلا في أرمامين وبخدموا الرعية
وعندهم نشاطات خارج الرعية بيخدموا العائلات الفقيرة، سواء كان في صفوت أو في جرش أو في الحصن، بسموهم رابات الأم تريزا، وهم موجودين هون من سنة 2008، فلا يزالوا موجودين هون. يا كنيسة يا مجيدة، أنت هي بيت الله، فيك نلتقي الإله ونستمد منه الحياة. عند مدخل البوابة على يدك الشمال بتشوف في بناية، هاي كانت يسكنها مرثا الصايغ، هي بنت عزابية تقدمت بالسن، فلما توفيت أولاد أخوها مهاجرين كانوا بدهم يبيعوا البيت، فأبونا يوسف الربض المرحوم الله يرحمه هو الذي اشترى على حساب البطركية هذا البيت، وظل فترة طويلة بدون استعمال إلى أن قبل سنتين تم اتفاقية ما بين المطابية اللاتين في عمان والرئيسة الإقليمية تبعت الرهبات أنه يضعوا هذا المكان تحت تصرف الرهبات، وطبعاً قاموا بترميمه وأخذ معهم فترة طويلة ومبالغ كبيرة إلى أن أصبح جاهز للاستعمال. فالرهبات عم بيستعملوه من شهر 3 لشهر 10 لكل رهبات الشرق الأوسط، من رهبات الأم تريزا، سواء كان للرياضات الروحية، سواء كان للاستراحة، سواء كان للدراسات. ولكن من سنتين صاروا يكتفوا أنه فقط رهبات الأردن اللي بيجوا بيستعملوا للرياضات الروحية وللدراسات. في عندنا 4 رهبات مقيمات لخدمة الرعية، نشاطاتهم جيدة جدا، سواء كان بالنسبة للصلاة بيصلوا من أجل الرعية ومن أجل الأبرشية، أو سواء كان في زيارة البيوت والصلاة المسبحة في البيوت، وخصوصا مع كبار السن. ومثل ما ذكرت عندهم نشاطات خارج الرعية، بزور العائلات الفقيرة سواء كان بصافور أو بالفيص أو في جرش أو في الحصن. وحيث أن عدد الرعية لا يتعدى بضع عشرات من الأشخاص، لأن غالبية السكان هاجر معظمهم إلى أمريكا الشمالية والجنوبية، ومنهم من توجه إلى العاصمة عمان وبقية المدن الأردنية، إلا أن أهالي البلدة لا زالوا متواصلين مع الكنيسة ويقدمون الدعم لها، ومعظمهم يحضرون قداس الأحد الأسبوعي. مثل ما ذكرت أن الهجرة تقريباً ابتلعت معظم سكان إرمامين، حتى يقال أنه الموجودين في أمريكا بتراوح عددهم من 5 إلى 7,000 إلى 8,000، ما حدا بيقدر يعطينا العدد بالضبط، عدد المهاجرين هناك. إنما اللي بنعرفه هون في البلد للأسف ما ظلش إلا حوالي من 75 إلى 80 شخص، وليس عائلة، مقسمين على كنيستين، كنيسة اللاتين اللي كنيسة ارتفاع الصليب المقدس، وكنيسة الروم كنيسة رقاد سيدتنا مريم العذراء. بالرغم من أنه الرعية عددها قليل، ولكن نشكر الله في أيام الأحد عندنا احتفال قداس، بكون قداس يعني مرتل واحتفالي كامل. في عنا صبية بتعزف على الأورغون اسمها سلمى الصايغ، وفي عنا شخص كمان مسؤول عن الترتيل اسمه أبو جوزيف الحصو، والموجودين كلهم تقريبا بيشاركوا في التراتيل. وعنا قداسنا فعلا هو قداس مرتب وقداس احتفال يوم الأحد مثل بقية الرعاية، فبنشكر ربنا تقريبا الإقبال موجود من شبه جميع المسيحيين الموجودين هون، نادر ما يغيب أي شخص منهم عن القداس. نتمنى أنه هاي الرعية تحظى بسند، سواء كان من البطريركية أكثر أو حتى من المسيحيين المجاورين، أنه من حين إلى آخر نشوف بعض الأشخاص وبعض العائلات تيجي تزورنا هون وتشاركنا بالصلاة وتشارك هاي الرعية، وإن كانت صغيرة بحجمها إنما هي كبيرة بإيمانها وكبيرة بانتمائها. وبديش كمان أنسى على أنه المسيحيين اللي هاجروا من هون في أمريكا ما بنسوا رعيتهم باستمرار على اتصال، وأي حاجة للكنيسة بلبوها فوراً
ما حدا بيقصر مع إكليب، بيعتبروا هي كنيسة الآباء وكنيسة الأجداد ولها مكانة خاصة في قلبهم. بك تجددت حياتنا وولدنا من جديد، يا كنيسة أنت أمي ملجأي في كل ضيق، ملجأي في كل